في ظلال السيرة. الله عز وجل يثني على كرم الأنصار. كرم الأنصار كرم دونه القرآن وأثنى عليه القرآن وخلده للأجيال تنهل منه حين وصفهم بأنهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ها نحن نقترب من أحد بيوت الجود من الخزرج بيت سعد بن الربيع وهو يلح على أخيه القرشي المهاجر عبد الرحمن بن عوف ويقول له: أي أخي، أنا أكثر أهل المدينة مالا، فانظر شطر مالي فخذه، وتحت امرأتان فانظر أيهما أعجب إليك حتى أطلقها. لكن الإسلام علمه في مكة البذل والتضحية، علمه أن يكون باذلا لا انتهازيا أو مستطعما أو متسولا. قال ابن عوف لأخيه سعد: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق. انطلق ابن عوف إلى السوق، وانطلق غيره إلى المزارع بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن جاءه المهاجرون يحملون قلوبهم التي أثخنها الأنصار بسهام الحب والحدب، جاءوا يشكون حبا يجرفهم، حبا يخشون ألا يبقي لهم شيئا، يقولون: يا رسول الله، ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مواساة في قليل ولا أحسن بذلا من كثير، لقد كفونا المؤونة وأشركونا في المهنأ، حتى لقد خشينا أن يذهبوا بالأجر كله. قال صلى الله عليه وسلم: لا، ما أثنيتم عليهم ودعوتم الله لهم. ها هو صلى الله عليه وسلم يتلقى الطوفان الأنصاري، يحوله صلى الله عليه وسلم جداول، حين جاءوه يناشدونه: اقسم بيننا وبين إخواننا المهاجرين النخيل. قال صلى الله عليه وسلم: لا. عندها التفت الأنصار إلى إخوتهم فقالوا: تكفوننا المؤونة ونشرككم في الثمرة؟ فأجاب المهاجرون: سمعنا وأطعنا. هوت عشرات الأيدي والسواعد بالفؤوس والمساحي تشق الأرض تزرع، تحولت المدينة إلى واحة حب وورشة عمل. لكن في واحة الحب هذه بعض المنغصات: هناك يهود، وهناك ما هو أسوأ من يهود.
هناك بقايا الوثنيين تدور أعينهم من الغيظ. كان من أكثر تلك العيون شررا عينان لرجل حاقد يزعجه الأذان وتدوسه الخطوات إلى المسجد، تخنقه السعادة التي تملأ البيوت. لم يشعر به أحد إلا في ذلك اليوم الذي سأل فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن حبيبه الأنصاري سعد بن عبادة، فأخبروه أنه مريض، فركب صلى الله عليه وسلم لزيارته، وفي الطريق شاهده هذا الحاقد فلم يطق مروره فانفجر بكلمات بذيئة. في ظلال السيرة. ولنا لقاء جديد بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله.